إن معدل النمو الاقتصادي سيكون سالب بشكل كبير، وسوف يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود والانكماش، وكذلك الاقتصاد الفلسطيني. قطاع السياحة هو أكبر الضحايا لهذه الأزمة. أصبح بإمكاننا توسيع دائرة الفحوصات، مما يمكننا من السيطرة على الحالات بشكل أكبر، وسوف تصلنا اليوم مساعدات طبية من الصين الصديقة ورجال أعمال صينيين، منها مسوحات الفحص التي عانينا من نقصها. الطوارئ التي يقودها المحافظون في محافظاتهم تعمل جميعها. الكهرباء مش مدفوعة، وفي فواتير مي مش مدفوعة، ولذلك اللي بدي أقوله عطفا على سؤالك إنه بتمنى على الناس نحمل مع بعض هذا المشروع كله. العبء ليس على الحكومة لوحدها، هذه الأزمة معافين. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية، شكرا.